شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي بطريقة سهلة جدا، بدون بيض وبدون لبن. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي بدون بيض وبدون لبن، هنعمله بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا: معايا 2.5 كوباية دقيق عليهم رشة ملح، كيس فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 0.5 كوباية سكر باودر، 1 كوباية سمنة على زيت، ممكن تستبدلوها بكوباية زيت بس، 2 كبار نشا، 2 كبيرة كاكاو خام. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هضرب سكر الباودر والسمنة والزيت مع بعض بالمضرب الكهرباء أو في الخلاط. هضربهم كويس لحد ما لونهم يبيض. أنا هضربهم بالمضرب الكهرباء، لو مفيش مضرب كهرباء ممكن مضرب يدوي أو خلاط. ضربت الزيت والسمنة والسكر كويس جدا لحد ما لونهم ابيض. دلوقتي هجيب طبق، هنزل بالمكونات الجافة: 2.5 كوباية دقيق عليهم رشة ملح، عليهم كيس فانيليا، ومعلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة على بعض وهنزل بيها على السمنة والزيت والسكر اللي ضربتهم كويس. بسم الله. هلم العجينة. انا مش بعجن في الحلويات، احنا اتفقنا ان احنا بنلم العجينة بس. لو احتجت شوية دقيق هضيف شوية دقيق صغيرين. حلو قوي، مش هحتاج حاجة خالص. هلم العجينة كويس وهقسمها بالنص، نص هخليه بالفانيليا ونص هضيف له معلقة كبيرة كاكاو. شايفين؟ العجينة كده مظبوطة. لو بتفرول شوية صغيرة يبقى هي كده تمام ناجحة، همسكها اضغط عليها يبقى كده تمام. هقسمها بالنص، هاخد النص اخليه بالفانيليا والنص التاني هضيف عليه معلقة كبيرة كاكاو. هضيف معلقة كبيرة كاكاو. هخلطها مع العجينة. لحد ما تختفي تماما. خلاص خلطت معلقة الكاكاو بالعجينة، بقى عندي نص بالكاكاو ونص بالفانيليا. دلوقتي هشكل البسكوت. هشكله بالقطاعات او هشكله بايدي عادي. هشكل كور صغيرة من الفانيليا وكور صغيرة من الكاكاو. الكور كلها تبقى قد بعض. الصاج مش دهناه اي مادة دهنية. بسخن الفرن على درجة حرارة 180. عملت كور من الكاكاو وكور من الفانيليا. هجيب الصاج مش دهناه اي مادة دهنية. هجيب كورة من الفانيليا وهرص حواليها الكور
اللي بالكاكاو يديني شكل وردة. بالمنظر ده، وبرضو هعكس هحط كورة بالكاكاو وحواليها كور بالفانيليا. هخلص البسكوت بنفس الطريقة دي وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي البسكوت بعد ما شكلته، بصوا شكله جميل وتحفة ازاي. هدخله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي نص ساعة، وبعد ما يخرج من الفرن هوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي البسكوت بعد ما طلع من الفرن، بصوا شكله جميل وتحفة ويفتح النفس، وطعمه احلى من الغريبة. بصوا السوا بتاعه، هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل البسكوت الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.